سعادة الأخضر الإبراهيمي انطلاقا مما حصل ومما يحصل منذ 33 عاما حتى اليوم، هل ما زلتم على اقتناعكم أن الطائف هو جوهر الحل للأزمات اللبنانية؟ هذا سؤال قصير لكن عسير؟ الجواب لابد أن يكون أطول. تحية للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس، الصوت تحياتي لك شخصيا المهندس ولكل سيدي صاحب الفخامة السادة أصحاب الدولة ومعالي السعادة وسيداتي سادتي، أولا شكري لك سعادة السفير على دعوتكم الكريمة وعلى الحفاوة التي استقبلتم بها، واسمحوا لي أولا أن أتوجه بتحية خاصة لدولة الرئيس. أنا آسف، هل هذا أحسن شوية؟ هل هذا يعني هل هذا مسموع شوية أحسن؟ كنت أقول أني أود أن أتوجه بتحية خاصة لدولة الرئيس حسين الحسيني، وإن كان أعتقد أنه غائب علينا، للدور الذي قام به في الطائف وقبل الطائف، حيث أنه قاد العمل النواب بحنكته المعروفة وحكمته الكبيرة، كما أتوجه بالتحية لأولئك الذين النواب الذين ممكن يكونوا موجودين معنا، كما أترحم على أرواح النواب الذين مضوا. وأخص بالذكر هنا في مقدمتهم الرئيس روني معوض الذي كان رئيس الطائف وشهيده، وأود أن أترحم أيضا على روحي الشهيد رفيق الحريري الوزير السعودي للشؤون الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل، لأني أعتبر أنهما كانا بطلين من أبطال الطائف وعملا مع النواب أكثر من أي جهة أخرى. بالنسبة إلى الطائف كما كنا ذكرنا، سعادة الأخضر، هل تعتبر أنه اليوم لا يزال الحل؟ وببعض الاختصار، شوف، الطائف الهدف من اجتماع الطائف، الهدف من العمل الذي وصلنا إلى الطائف، والهدف الذي تحقق في الطائف كان يرمي أولا وقبل كل شيء إلى إنهاء الحرب، ثانيا إلى ملء الشغر الذي ترك بعد ولاية فخامة الرئيس أمين جميل بانتخاب رئيس للجمهورية، ثالثا فتح الطريق أمام اللبنانيين، جميع اللبنانيين،
لبناء دولتهم الجديدة. وكان هنالك أمل كبير في أن اللجنة الثلاثية لن تتوقف عن عملها بالخروج من الطائف. نعم. وإنما الأمل كان أن هذه اللجنة ستواكب عمل لبنان من أجل إعادة البناء، إعادة بناء الدولة وإعادة إعمار لبنان. ومما يجب أن لا ننساه أن هذه الإرادة التي كانت عند الرؤساء الثلاثة، ملك فهد بن عبد العزيز، ملك الحسن الثاني، والرئيس شادي بن جديد، مع الأسف الشديد أصيبت إصابة كبيرة جدا. نتيجة ماذا؟ باحتلال الكويت من قبل العراق والحرب التي أتت بعدها. يعني تعتبر أن العوامل الإقليمية هي التي أدت إلى عرقلة استكمال تنفيذ الطائف؟ يعني هذه أوقفت عمل اللجنة الثلاثية. نعم. التي كانت تريد أن تستمر في مواكبة تنفيذ الطائف. وهذا لم يحصل.